أشكر نادي اتحاد العاصمة كيف ما قال الكابتن سامح حسن الاستقبال. ما حسناش روحنا أن في دولة خاطئة، دولة ليبيا هي دولة جارة ودولة شقيقة. بالنسبة لمواجهتنا مع اتحاد العاصمة كيف ما قال الكابتن، احنا جايين وعارفين قوة خاصة قوة فريق اتحاد العاصمة، خاصة هو بطل آخر نسخة من الكونفدرالية وبطل السوبر الأفريقي. فنحن إن شاء الله نكون حضرنا بالطريقة اللازمة لمواجهة اتحاد العاصمة، سواء على الصعيد النفسي أو الصعيد الفني. نحن نتمنى ممكن تحضيراتنا آخر فترة أو آخر حصة اليوم حتكون إن شاء الله في ملعب حمصة جويلية. إن شاء الله نحن نقدر كما أقول لك، نحن جايين ندافع عن حظوظنا وجايين أن نكون الند لنادي اتحاد العاصمة. وإن شاء الله بكرة إن شاء الله بين 90 دقيقة إن شاء الله، وإن شاء الله حنقدم مقابلة تطبيق إن شاء الله باسم نادي الهلال إن شاء الله.